يسيل بلاتي أحسن ما يرى. سيد الرئيس تكلموا بعد صحف فرنساويين واحد ما يسمى ما بين قوسين سفير سابق، وهو شو ستانتي باربوز، تعرفوا الباربوز تا هو الباربوز هذوك لي بتي مرسونير يعني المرتزقة البساطة اللي لابس زي نتاع الدبلوماسي وحلفوا في الجزائر. هل سيد الرئيس في اسم السبع وهذا في قاع البير نقارنهم؟ انا ما نجاوبوش. وكل ما احمد ويحيى هذه يومين نتكلموا في لقاء خاص تنظيمي ونظامي وجبدنا عليه وضحكنا، قلت له هذا سمتي باربوز واش وين كان سافر؟ وين في افغانستان؟ وين الدم في العراق؟ وين الدم في البوسنه والهرسك؟ وجاي يحلفوا مع الجزائر. الله العظيم الحمد لله واحد منكم القيمه نتاعو 10,000 منهم، واحد من المناضلين.